باش تشوف هذا الاسم وهذه الصوره لهذا الرجل اللي اعطى الكثير وحتى اليوم تكلمنا عليها بزاف هشام، ويعني العميد الوحيد اللي حمل كاس افريقيا الامم. وكان عندي معاه لقاء وحكى لي قصه بسرعه يعني على انه كان قريب من الالتحاق بريال مدريد اللي طلب وده وما مشاش لريال مدريد لان الام ديالو قالت له هالسخط هرضا بقى معنا هنا في محمد ريال مدريد هرضا ريال مدريد هرضا. كنظن هذه دعوه للجماهير المحبه باش يمكن انها تحضر وتكرموا، لانه فارس انا يعني بحكم شخصيته اللي معروفه وكيعرفوها الناس مقربين منه هو رجل زاهد ورجل اللي يمكن انه كيتعفف باش ما يمكن انه يطلب اشياء، وبالتالي فهو احسن احسن تكريم ليه هو يشوف الحضور والناس محتفين به. كما كيقول لي احنا دابا راه حنا بيريمي، قال لي البارح فاش شفته قال لي راه حنا بيريمي مازال، ولكن قوته في اسمه وفي حضوره لانه منذ 72 اول مشاركه له في كاس افريقيا وهو حاضر كاسم، وخذ كره ذهبيه اول واحد خذ كره ذهبيه مغربيه، كذلك اول عميد حمل كاس افريقيا واخرها للاسف، ولكن فراس كيبقى ايقونه ديال كره القدم. وهذه دعوه للجميع وربما مسؤوليه الجميع كذلك، مسؤوليه ديال العائله الكبيره ديال كره القدم المغربيه باش تنجح هاد التكريم لهاد الاسطوره اللي اكتشفوه كذلك في حوار الكبير، وغيكون ضيفنا في اطار سلسله برامج ميدي ان تي في اللي كتواكب كاس افريقيا الامم. كان يا ما كان غيكون من الضيوف ديالنا بطبيعه الحال، ما كانش يمكننا نعملوا شي برنامج على تاريخ كاس افريقيا الامم بلا ما يكون معنا احمد فراس.